لا حديث في الشارع الملالي في هذه الأيام إلا عن ارتفاع أسعار الدجاج، الشيء الذي دفع إلى استياء الكثيرين بسبب تأثر القدرة الشرائية، خصوصا أن الدجاج مادة غذائية حيوية يقبل عليها المواطنون بكثرة في جميع الأوقات، وتعتبر أساسية في كل الموائد المغربية، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى طرح أسئلة حول السبب الحقيقي الذي يدفع إلى هذا الارتفاع. موقع المغربي اليوم قام بزيارة محلات بائع الدجاج لينقل لكم تفاصيل الحدث. الأثمنة ديال الدجاج وصلت 310 دريال دابا، الأثمنة ديال الدجاج والسبب باش طلع هذا الغلاء ديال الدجاج هو الفلاحات الصغار كلاو العصا من الناحية ديالو، كل شيء حبس. الدجاج راه قليل دابا، راه الدجاج قليل حاليا قليل، والفلاحات الصغار تضروا بزاف وما لقاوش شي مساعدة من الدولة باش تعاونهم باش تنمي هذا الميدان هذا وهذا القطاع هذا، لان قطاع حيوي وتضرر بزاف وتضررنا حتى حنا البيعه والشرايه، وراه الظروف السبب باين هو لهذا العام هذا ديال هذه الجائحه ديال الكوفيد. لا ما كاين حتى مرض في الدجاج، كذب عليك شي واحد يقول كاين شي مرض ولا شي فيروس، ما كاين حتى شي مرض. مش المرض اللي كاين هو الجائحه اللي كاينه، نسال الله العافيه والسلامه، الله يجيب الشفاء. السلعه قليله، ودوك اللي كان داك المزايد وداك الشيء داك الفائض حيد دابا، وبقى دابا غير هادوك الناس اللي شادين سميتو شادين السوق، هما اللي بقات عندهم السلعه. تيجي مخوات تيجي مغالي صراحه، المواطن ما قادش على هاد الاثمنه هادو. تنطالبوا اش تنطالبوا هنا؟ تنطالبوا يرجع الثمن اللي غادي ما يضر حتى واحد. غاليه عندنا حنا على المواطن، الثمن اللي ما يضر حتى واحد يكون خير امور اوسطها. صافي هادشي اللي كاين. شي شرينا اخويا هادي، ما شريناش الدجاج، ملي طلعنا عليه هاد الايامات هادي صرنا غالي، صافي ما بقيناش نشريو. دابا داير 30 درهم، سمعنا داير 30 درهم ولي تهربنا عليه، تمشي ولا داك الدجاج الاخر هذاك تيقولوا له بيبي نشريه هو، داير بعدا الثمن طايح عليه، بدا داير 20 درهم 25 درهم. اما الثمن ديال الدجاج راه بزاف، يعني الثمن غالي على المواطن. ولينا تنشريو دابا اللحم ديال البقر، الثمن ديالو مناسب، تشري كيلو ديال البقر ب 900 ريال، لا جيتي دير فرق ديال الدجاج ب نتيني جوج كيلو ب 50 درهم، اللهم نشري كيلو ديال البقر. خويا الدجاج ولا غالي؟ لا ما تناكلوش. لا لحقاش ولا غالي خويا، ما تيعرفوا من الازمه، ما تيعرفوا لا كورونا، ما تيعرفوا شي حاجه، والمواطن راه متضرر من هذه الناحيه هذيك، كلشي ما بقاش بنادم كياكل الدجاج دابا، كاين اللحم لحقاش، هادشي راه بزاف، ما كيديروش بحساب المواطنين، تي بزاف هادشي. حقاش راه نورمالمون خاص يشوفوا الفئه اللي ما عندهاش، وما كيشوفوا الفئه اللي عندها، ما كيشوفوش الفئه اللي ما عندهاش. ودابا الدجاج راه ولا بحال ما عرفناش علاش زادوا فيه، واش حيت مريض ما كيعطوش ما كيبقاش بزاف، ولا حنا ما عرفناش شنو هو المشكل، خاصنا نقصوا مع السيمول الدجاج، شكون هو السيمول الدجاج ما عرفناش شكون هو. وكان العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا حملة لمقاطعة الدجاج الرومي احتجاجا على ارتفاعه في الأسواق المغربية، ووجد هاشتاغ خليها تقاقي تفاعلا كبيرا في صفوف المواطنين، حيث أكد العديد من النشطاء على ضرورة مراجعة أسعار الدواجن.